قافلة غذائية وعينية جديدة تسيرها هيئة الإسناد الشعبي بمحافظة ريمة إلى جبهات القتال، امتداداً لمواقف أبناء المحافظة المتواجدين في خطوط النار على امتداد جبهات القتال مع الميليشيات الحوثية، يؤدون واجبهم الوطني ويسطرون أروع البطولات والتضحيات دفاعاً عن الوطن وسعياً لتحريره من ميليشيات الكهنوت الحوثية التابعة لإيران. أبناء محافظة ريمة، السلطة المحلية والمقاومة وهيئة الإسناد الشعبي للجيش الوطني تقدم هذه القافلة المتواضعة لأبناء الجيش الوطني في المنطقة السابعة ولواء 81 تقديرا للجهود الذي يقدموها ويبذلوها في سبيل الدفاع. القافلة التي اشتملت على المواد الغذائية والكعك المنزلي والمياه المعدنية والعديد من الأصناف ليست القافلة الأولى التي يسيرها أبناء محافظة ريمة، فقد رفدت المحافظة جبهات القتال المختلفة بالعديد من القوافل الغذائية خلال الفترة الماضية. نرحب ترحيبا حارا بالقافلة الغذائية المقدمة من أبناء محافظة ريمة للواء 81، وعلى رأس القافلة المحافظ اللواء محمد علي صالح الحوري والوفد المرافق له من القيادات العسكرية والمدنية والمقاومة الشعبية والمشايخ والشخصيات الاجتماعية والوجهاء. تشكل القوافل الغذائية التي يسيرها أبناء محافظة ريمة والمحافظات الأخرى رافداً معنوياً لأبطال الجيش الوطني وتأكيداً على الاصطفاف الشعبي والمجتمعي حول القيادة السياسية ضد مشروع الانقلاب الحوثي وإصراراً على استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب. محمد القليصي لقناة سهيل، مأرب.